فكر كل هذا تكلمنا عنه المعرفة، مش المعرفة، تكلمنا عن التفصيل وطرحنا للفهم، يعني عرفنا من العرف ما يكون فاهم، نعم، وإيش صور هذا الشيء بالنسبة للبلاغ بالنسبة للتخصص. في الفيديو هذا حنتكلم بشكل أعمق عن الفهم، يعني كيف الواحد يكون فاهم وإيش هو هذا. الفهم انت لما تكلم نفسك تقول لها لما تقول تكلم نفسك تجد انه ككلمة واحدة لا معناها موجود، تمام؟ أنت الآن تسمع تقول لك أنا عندي الفهم، خلاص؟ الفهم أنت عارفه وأنا عارفه بس ما الفهم، الفهم لابد تكون مو بس عارف الشخص القائم بفاهم كلمة الفهم هو شخص فاهم ايش معنى ألف لام باء باء ميم وعارف ليش الحاء هنا مكتوبة الحاء ليش الميم مكتوبة كذا شخص عارف الشخص اللي يكون عارف المفردات وأجزاء الشيء هو شخص فاهم. مثال أنا مثلاً أقول لك مكيف، الشخص اللي عارف المكيف يتعامل معه كمكيف، لكن الشخص المختص يفهم المكيف نفسه فيها مجموعة أشياء تقوم بكيف، فالآن هو فاهم الأجزاء هو إنسان فاهم، هو إنسان فاهم، فدائما إيش ممكن نقول إنه الشخص الفاهم هو فاهم بجزئيات التكوين، جزئيات التكوين. خلاص يعني عنده فهم اعمق للحاجه او الموضوع. طيب ايش هو اللي يكون الفهم؟ اللي يكون الفهم دائما الفهم هو مكونين معارف،
نفس المعارف هذه تمام مسلكها مسلكها اللي يسمى كيف فانت عرفت وبعدين عندك كيف تمام وعشان كده في بعض الناس كثير تمام قلت واحد شيء Gracias.
ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹಾಸಲು بشكل موضوع وآخرنا عشان يكون في سياق الفهم في المعارف دائما يكون في جمع من جمع من المعارف من الكتب شخص اللي هو يقرا يفهم يروح المصدر يقرا المصدر يكون عنده فكره بعد يفهم
طريقة الصحبة إذا حاب هو يوصل شخص آخر لنفس الفهم تمام؟ يقول له هذا هو اللي سأسويه هذا هو اللي سأسويه هذا هو اللي Thank you.